انتوا كمان جايين تحاسبوني؟ ده حقنا يا فاطمه، وانت عارفه كده كويس. احنا استنينا انك تيجي تشرحي، بس حتى ده ما حصلش. اللي بيحصل مش محتاج شرح. طب وفلوسنا؟ ورثنا؟ ورثكم من امكم موجود، ومحدش هيقدر يجي جنبه. ورثنا اللي انت حرمانا منه؟ انا مش حرمه حد من حاجه، وانا سبق وعرضت عليكي تيجي تشتغلي في ورث جدك، وانت اللي مرضتيش. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ افرضي انا مش عايزه اشتغل معاكم، يبقى زيك زيهم. انا عمري ما هسرق فلوسكم، ولو عايزين تاخدوا من ارباحكم اسحبوا، بس بيع مش هبيع، واللي هيسري عليهم هيسري عليكم. شفتي بقى يا مينا؟ صدقتيني محدش هيحميكي ويقف في ظهرك ولا يجي قدام اي حد يجي على حقك غيري. انا بجد مش فاهمه هي بتعمل كده ليه، وهتفضل تعمل كده كل مره هتيجي فيها تطلبي حقك، وهتظهر على حياتها اكتر وقت. انا بجد ما بقتش عارفه اثق في مين، كل اللي وثقت فيهم خذلوني، حتى اكتر بني ادم حبيته وجعت. أمينة، ما تيجي ننسى اللي فات. سامحي، وأنا وعدك إن أنا هعوضك عن كل اللي فات وهتغير. صدقيني أنت محتاجاني جنبك الفترة دي. تعالي نبتدي من الأول ونرجع لبعض ونفتح صفحة جديدة. والله طول ما أنا عايش مش هخلي حد يلمس منك شعراتي. سامحي بقى يا أمين. عارفة ابتدى يوضب شقة فادي الله يرحمه. يعني ايه؟ ممكن ياخد البنات؟ منار! انت رايحة فين؟ أنا حرة، محدش ليه دعوة أنا رايحة فين وجاية منين. اتكلمي معايا كويس، اوعي تفتكري ان اللي حصل ده هيخليكي تلغيني او تتعاملي معايا على اني مش موجوده. انا ما بلغيش حد، انا هقعد مع بابا في الفندق لحد ما شقه ماما الله يرحمها تخلص. حقك والله، حقك تعملي اللي انت عايزاه، خصوصا بعد اللي عملته فاطمه. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ليه بتتكلم بالاسلوب ده مع جوز بنتك او اللي زي بنتك؟ كنت يا ابراهيم وكل واحد راح لحاله. لا يا فاطمه، انا رجعت لابراهيم. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.